Sıradaki konuşma Sayın Same El-Medeni sahip. Sayyidi Reis Celsa, Sadr Hadur, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Ama ba'd fe'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى الخير والرشاد الذي سن للأمة طريق الفلاح وبين لها سبل النجاح وأوضح لها معنى التحاب وعلى مسيح موعود وآله وصفوة الأحباب. كلمتي في هذا اللقاء الطيب تحت عنوان الأخوة في الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن الأخوة من أقوى دعائم بناء الأمم، فبها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام التي دان لها ممالك الأرض في ذلك الوقت الفرس والروم، ويرجع ذلك لرباط العقيدة والدين، كم أن العالم بحاجة إلى معرفتك يا حبيب الله، كم أن العالم بحاجة لرؤية وجهك الناصع الحقيقي يا ذا القلب الزكي، يا من لا تفلت منك شاردة من آمال الناس وآلامهم إلا لبيتها ورعيتها وأعطيتها من ذات نفسك كل اهتمام وتأييد. يا أيها العابد الأواب، يا من تقف في صلاتك تتلو سورا طويلة من القرآن الكريم في أثناء انتشاء وغبطة لا تقايد عليها من أرض ذهبا، ثم لا تلبث أن تسمع بكاء طفل رضيع كانت أمه تصلي خلفك في المسجد فتضحي بغضبتك الكبرى وحبورك الجياش وتنهي صلاتك على عجل رحمة بالرضيع. كم أن العالم بحاجة لأن يغترف من عطفك ورحمتك وشفقتك على خلق الله. إننا بحاجة إلى أن نسامح كما سامحت، وأن نتألم لآلام الناس كما تألمت، وسهرت ودعوت للمسيئين لك في جوف الليل وهم في غفلة في جوف الليالي وهم في غفلتهم نيام. لن أستمع لمن يدعوني للانتقام من خلق الله، فأنا لا أستطيع إلا سماع لا أستطيع سماع غير كلماتك الخالدات اذهبوا فأنتم الطلقاء اليوم يوم المرحمة. حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. ناري تكبير. الله أكبر. أخوة الإيمان، في ظل التخبط والتشتت في هذه الأيام عند فرق المسلمين المختلفة فيما بينها ومع الآخرين، بفضل الله تعالى تتميز الجماعة الإسلامية الأحمدية بشهادة أعدائها بالتلاحم والترابط. إن أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية هم الذين عاشوا الأخوة في الله، وجدوا الطمأنينة والسلام في زمن يعاني القلق والتوتر، وتيقنوا أن الأخ الحقيقي ليس بالضرورة أن تلده أمه، فنعموا بالعديد من الأخوة ينتشرون في بقاع الأرض. بعضهم رؤوهم وعايشوهم، وبعضهم تبادلوا معهم الحب الصافي والمودة الخالصة على تباعد المسافات. إن الروابط المتينة بين الأخوة يجب علينا أن نحافظ عليها ونمكنها ونعززها، تلك الروابط التي ما إذا أصبحت قوية لتمكننا من فتح سبل التبليغ على أحسن وجه قبل البدء بالتبليغ النظامي. عندما يحثنا عملاق الإسلام حضرة مولانا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بخطابه في الجلسة السنوية لألمانيا لعام 2016، ويوجه أنظاره لنا نحن العرب بالذات لتبليغ دعوة المسيح الموعود عليه السلام، يقول حضرته: لا تتكاسلوا ولا تهنوا أبدا، إن تأييدات الله معكم. ويطلب ذلك مجددا من الجميع بشكل عام في الخطبة قبل الماضية.
والآن ذكر أيضا أخي الأستاذ محمد نديم أيضا أمير المؤمنين نصره الله كان يحفز الأخوة على التبليغ والدعوة إلى ما جاء به المسيح الموعود عليه السلام. ما يجعلني أتمنى من كل عربي معنا موجود اليوم في الجلسة بأن يتوجه إلى أمام الوقت الخليفة نصره الله مستغفرا الله تعالى ومؤكدا أننا على العهد باقون ولنصرة الخلافة ماضون وأن أرواحنا ودماءنا ترخص أمام هذا الدين وهذه الجماعة المباركة. لبيك أمير المؤمنين. لبيك أمير المؤمنين. لبيك نار تكبير. ولا بد لنا إلا أن نبدي النموذج الأبهى والأمثل للجسد الواحد الذي تتطوق العامة عندما تراه إلى أن تمتزج به وتكون معه وله. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: أنشئوا أخوة وحبا فيما بينكم وتخلوا عن الهمجية والنزاع، امتنعوا نهائيا عن أي نوع عن الهزل والسخرية لأنها تنأى بكم عن الحقيقة وتضلكم ضلالا بعيدا، عاملوا بعضكم بعضا باحترام، على كل واحد أن يؤثر راحة أخيه على راحة نفسه، تصالحوا مع الله وارجعوا إلى طاعته، تخلصوا من كل نوع من النزاع والثورة والعداوة فيما بينكم لأن الوقت قد حان لتمتنعوا عن الأمور التافهة وتنشغلوا في أعمال وأهداف عظيمة. ويقول عليه السلام: سارعوا إلى التصالح فيما بينكم وأقيلوا عثرات إخوانكم، فشرير ذلك الذي لا يرضى بمصالحة أخيه ولسوف يقطع إذ يحدث الفرقة. تخلوا عن أنيتكم من كل وجه ولا تباغضوا وتذللوا ذلالة الكاذب وأنتم صادقون لكي يغفر لكم. اتركوا تنسمين النفس لأن الإنسان السمين لا يقدر على الدخول من الباب الذي نوديتم إليه. كم هو شقي ذلك الإنسان الذي لا يؤمن بهذه الكلمات الذي خرجت من فم الله فبينتها. إن كنتم تريدون أن يرضى الله عنكم في السماء فكونوا متحدين فيما بينكم اتحاد الشقيقين في من بطن واحد. إن أكرمكم أكثركم غفرانا لأخيه، وشقي من يعاند ولا يغفر فليس مني في شيء. أيها الأخوة، الحقيقة المثلى في هذا اللقاء الطيب هي الآية الكريمة: إنما المؤمنون أخوة. هناك استنباط خطير، الآية تقول: إنما المؤمنون أخوة، ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. الانتماء إلى فقاعات صغيرة، إلى جماعات صغيرة مع التعصب والعداوات والبغضاء والتحزب، هذا اتجاه مرفوض في الإسلام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. الانتماء إلى فقاعات انتماء مصالح وليس في الإسلام تشرذم مصلحي. لذلك أكبر مشكلة يعاني منها المسلمون هذا التشرذم، هذه الجماعات المتعددة التي يعادي بعضها بعضا، هذه وصمة عار بحق الأمة. ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين ففي الإيمان خلل، في الإيمان ضعف، لقوله تعالى: إنما المؤمنون أخوة. وينبغي أن تكون العلاقة بين الأخوة المؤمنون علاقة حب، علاقة ود، لذلك فأصلحوا بين أخوانكم. إياكم وثوء ذات البين فإنها الحالقة، أي أكبر مصيبة تصيب المسلمين تفرقهم، تشرذمهم، العداوة بينهم، تراشق التهم فيما بينهم. واعتصموا بحبل الله جميعا. ما الذي يجمعكم؟ حبل الله. الكثير من المفسرين اتفقوا على أن الخلافة هي حبل الله المتين الذي أراد الله تعالى أن نعتصم به، والخلافة أيضا هي التي أمرنا خاتم النبيين عليه وعلى آله صلوات الله أن نعض عليها بالنواجذ ولا نتركها أو نبتعد عنها. فمن ترك هذا الأمر أو تساهل به فكأنه ترك أمر الله تعالى وأمر رسوله الكريم وقطع الحبل السري الذي يربطه بالدين. نعم العالم مليء بالمشايخ ولكنهم لا يغنوا عن الخليفة، ورغم كثرتهم ما ازداد العالم الإسلامي إلا ضعفا، وما ازداد المسلمين إلا تفرقة ونزاعا، حتى تلطخت أيدي المسلمين بدماء بعضهم بعضا. والعالم الآن بحاجة ماسة للخلافة أكثر من أي وقت مضى لغسل الوجه الدموي لديننا ويعيد لرسالة الإسلام بهاءها وبريقها ويجمع المسلمين تحت خيمة حب واحدة وينقذ البشرية من الهلاك القادم بقوة كالإعصار الجارف. ولحسن حظ الأحمديين
أن لهم خليفة يقوم مقام الحكم العدل، يحظى بحب وطاعة الملايين من المسلمين وغير المسلمين، وله أيادي بيضاء على العالم اعترف بها كبار رجال الدين والسياسة والمجتمع. فما لم يكن هناك حبل لن يكون هناك اعتصام، بلا حبل هناك تفرق، أي لو نازعنا الاعتصام بحبل الله التفرق شيء طبيعي جدا، لأن الإنسان معه طبع ومعه تكليف، والطبع كما تعلمون يتناقض مع التكليف، الطبع فردي والتكليف تعاوني، وأنت بقدر طاعتك تتعاون مع أخيك وبقدر معصيتك تكون فرديا. فإذا وجدت مجتمعا يؤمن بالفردية وكل يجلب الخير إلى نفسه، كل يبدي مجده على أنقاض الآخرين، فاعلم هذا المجتمع متخلف دينيا، لأن الله عز وجل بنص القرآن الكريم يقول وتعاونوا. والتعاون في القرآن الكريم ومن مسلمات الإيمان، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. وتعاونوا على البر والتقوى، قالوا البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة، إذ ما لم يكن هناك شيء نعتصم به قطعا نعتصم به فنحن قطعا متفرقون. واعتصموا بحبل الله جميعا، الخلافة حبل الله الذي يجمعنا، منهج يجمعنا، عقيدة تجمعنا، قيم تجمعنا، سلوك يجمعنا تحت ظل الخلافة على منهاج النبوة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، بنعمة هذا القرآن الكريم والنبي الكريم، بنعمة مسيح الأمة وخلافة من بعده على منهاج النبوة إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. المعنى الثاني، لن تكون هناك أخوة حقيقية إلا على شيء نعتصم به، فالدين يجمع والدنيا تفرق. نعم الأخوة في الله من أعظم النعم. سيدنا الصديق ذهب ليشتري بلالا وهو عبد حبشي عند أمية بن خلف، بعد أن اشتراه منه أراد أمية بن خلف أن يذل سيدنا بلال، قال له والله لو دفعت به درهما لبعتكه، فقال له الصديق والله لو طلبت به 100,000 لأعطيتكها، ووضع يده تحت إبط بلال وقال هذا أخي حقا. هذا هو المجتمع المسلم، لا يوجد تفرقة، المجتمع المسلم طبقة واحدة، إنما المؤمنون أخوة. نهى الله عز وجل المؤمن عن كل شيء يضعف العلاقة بينه وبين أخيه. الآن الله عز وجل يريدنا أن نكون أخوة إيمان، فنبهنا إلى أن أي شيء يضعف العلاقة بينك وبين أخيك ينبغي أن تنتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إياك أن تسيء الظن بأخيك، أخوك مؤمن يخاف الله كما تخافه، ورع كما أنت ورع. طبعا الظن هنا من دون دليل نوع من الحقد، نوع من الحيلة الشيطانية. يقول المسيح الموعود عليه السلام عن سوء الظن: اعلموا جيدا أن المشاكل والسيئات كلها تنشأ بسبب سوء الظن. أقول صدقا وحقا بأن سوء الظن بلاء خبيث جدا، يدمر إيمان المرء ويبعده عن الصدق والحق، ويحول الأصدقاء إلى أعداء. فمن الضروري للحصول على كمالات الصديقين أن يجتنب المرء سوء الظن كثيرا، وإذا نشأ سوء الظن بأحد فليكثر من الاستغفار والدعاء ليجتنب النتيجة السيئة لهذه السيئة. يجب أن لا يستهين المرء بسوء الظن، فإنه مرض خطير جدا يهلك به المرء سريعا. ويقول المسيح الموعود عليه السلام إن نظام البيعة لا يهدف إلا إلى تكوين جماعة من المتقين، لكي تترك هذه الجماعة المتآلفة من المتقين الدنيا تأثيرها الحسن، ولكي يكون اجتماعهم مدعاة للخير والبركة والعواقب الحسنة للإسلام، ولكي يستخدموا لأداء الخدمات النبيلة للإسلام ببركة إجماعهم على كلمة واحدة. وأنني على ثقة بأن هذا ما سوف يحصل بالضبط للذين يترقبون الصبر والمثابرة بعد انضمامهم إلى هذه الجماعة، لأن الله تعالى قد أراد أن يخلق هذه الجماعة ثم يهبها تقدما ليظهر جلاله ويري قدرته، لكي ينشر في الدنيا حب الله تعالى والتوبة النصوح والطهارة والحسن الحقيقية والأمن والصلاح ومواساة البشر. إنه عز وجل
سوف يهب للأتباع الكاملين لهذه الجماعة غلبة على الفئات الأخرى كلها في كل نوع من البركات، ولسوف يكون في هذه الجماعة أناسا إلى يوم القيامة الذين سوف يوهب الله لهم القبول والنصرة. هذا ما أراد الله الرب الجليل، إنه لقادر فعال لما يريد، له القوة كلها وله القدرة كلها. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، أسلمنا له، هو مولانا في الدنيا والآخرة، نعم المولى ونعم النصير. فالحب في الله تعالى وتحقيق مبدأ الأخوة من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم غيور على دينه، حتى يسود الترابط بين المسلمين وحتى يكتب لهم النصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله أخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، على أن الأخوة لها حقوق وآداب ينبغي مراعاتها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله، فإن وفقت فمن الله تعالى، وإن كانت الأخرى فمن نفسي، أستغفر الله. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.